يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا اسمي آمنة وعمري 17 سنة. خلونا نرجع للماضي من لما كان عمري 10 سنوات. كنت عايشة أيام كلها فلة وسعادة ولعب مع أصدقائي أولاد عمي وبنات عمي، لأنه ما كان عندي خوات، أمي وحيدة. كنت أشوف نفسي مرة جميلة وشعري كان أسود غامق طويل، كانت كل ما واحدة تشوفني تقول لأمي إيش هذا الجمال. بس الشيء اللي كان فيني مو عاجبني إني شوي سمرة الوحيدة بين إخواني وخواتي. كان عندي 7 أخوة، كانوا كل إخواني الشباب يشتغلون مع أبوي، أما أنا وأخواتي البنات كنا نساعد أمي بالبيت. المهم مرت الأيام وإحنا حالتنا المادية تسوء، قرر أبوي إننا نسافر لبلد ثاني في شغل ومدارس أحسن من هنا. بصراحة هالقرار كان صدمة لي ولإخواني بشكل كبير، لأنه إحنا خلاص اتعودنا على قرايبنا والفلة والأصدقاء، كيف نروح ونترك الكل؟ بس صار اللي الله كاتبه وانتقلنا. طبعا صارت حالتنا أحسن بالمصروف ونشتري اللي إحنا كنا نبغاه من ملابس وأكل. طبعا الأكل مرة لذيذ، كنت آكل كل شيء انحرمت منه من قبل. بعد تقريبا كم شهر بدأ يبان على جسمي السمنة، تقريبا زدت 7 كيلو، بس ما اهتميت بصراحة لأنه ما كنت أدري أصلا إيش يعني زيادة وزن لأني كنت طفلة. المهم إني آكل اللي أبغاه، بس بعدها بسنتين سمنت زدت مع اللي قبل 15 كيلو، وأمي وأهلي يقولولي خففي أكل، صرتي مثل الدب. وأنا والله يا جماعة جربت أعمل دايت وأفشل، ما قدرت أقاوم الأكل، يعني حاولت أسوي رجيم الصيام المتقطع وكل دايت يخطر على بالكم. ما أقدر يعني أصوم يوم أو أكل شوي بس ثاني يوم أبدأ لكم بالأكل أكثر من قبل. وظلت هالأيام تمر وأنا على هالحالة لين ما صار عمري 16 سنة. وبيني وبينكم كنت أحب ولد عمي محمد، هو أجمل شخص شفته بحياتي، بس أنا من جسمي كنت أستحي أناظر له، أخاف يقول إيش فيها هالدبة تناظر لي. والله كنت أفكر بهالطريقة مع إنه لازم الشخص يحب شكله كيف ما كان، بس جسمي سيطر على تفكيري، خاصة إنه بنات فصلي ولا واحدة قبلت تمشي معاي. هم ما قالوا بس دايما أروح أجلس معاهم ويقعدوا يتكلموا، وأنا إذا قلت شي ما يسمعوني أصلا، وكنت أنقهر حيل. كانت واحدة بفصلي اسمها نورة، طبعا هي لا تدرس ولا شي، كل همها الأولاد والميكب، يعني ما تشبهني نهائيا. أنا بالعكس دايما أدرس وهادية بالفصل، بس كنت مجبورة أمشي معاها لأنه ما حد كان يمشي معاي. وأهلي قالوا لي لا تمشي معاها، بكرة تسبب لك مشكلة وتسوي لنا ورطة كبيرة. ما كنت أسمع شي يقولونه، كنت أقول المهم إني ما أعمل زيها وأصير زيها. بس نورة غدرتني وسوت فيني شي أثر علي وما رح أنساه طول حياتي. طبعا هذه بيلا قصة الحالة طويلة. المهم قعدت أبكي وأيامي كلها سودة من وراها، وندمت وقلت يا ليتني سمعت أهلي وما مشيت معاها. بس والله ما أحب الوحدة، واللي يشوفني لحالي يقول إيش بها، ويناظرون وبس يتكلمون عني. بس صرت كل يوم أصلي صلاة الفجر وأبكي وأشكي لله كل شي يصير معاي لأن الوحيد اللي يسمعنا. بعدها بفترة انتقلت البنت وارتحت بصراحة، وقلت رح أبدأ حياة جديدة لأنه مليت وأنا بهالحالة، وقلت إلا أنحف وصير حلوة وخلي الكل يتمنى يصاحبني. وصدق بدأت أخطط كيف رح أتغير. أول شي بدأت أمشي مع بنات فصلي، أحسهم أكثر بنات مناسبات أمشي معاهم. وبعدها بشهرين من كل شي صار بدأت أنفذ الدايت من دون حرمان، وقويت نفسي وأصريت إلا أنحف، وقلت ما رح أشوف محمد إلا وأنا نحيفة وأصير أحلى من قبل. والحمد لله بعد 3 شهور تغيرت وصرت مرة جميلة، والكل يسألني كيف ومتى، وأنا فخورة بنفسي، وصاروا البنات اللي بمدرستي بس يناظرون لي، أحسهم غيرانات مني، وخاصة بعد ما صار الكل يحبني ويمشي معي. في يوم من الأيام كنا رايحين أنا وأمي وأبوي على السوق نشتري أكل لأن رمضان قرب وكان لازمنا كم شغلة، والسوق كان بعيد عن بيتنا يبعد تقريبا ساعة. ولما وصلنا شفت لكم محمد ولد عمي يلي صار لي 3 شهور ما شفته، قلبي صار بس يدق وعيني ما انشالت عنه، وهو لاحظنا وجاء وسلم على أمي وأبوي وناظرني. وبيني وبينكم حسيت شوي بيغمى علي، والله إحساس ما حسيته من قبل. المهم خلصنا وطلعنا وكنا رايحين على البيت، بس السيارة تعطلت ونزل أبوي يشوف العطل، وأنا وأمي تعبنا وإحنا نستنى أبوي يخلص، والجو كان حار نار. أي بعد ربع ساعة من الانتظار أبوي قال لنا لسه كمان بده ساعة تصليح، والله أنا لمحت لكم سيارة محمد كانت ماشية وفجأة مثل الخبلة. قعدت أناديه محمد محمد تعال، هو شافني وأبوي قال يا الخبلة وش تسوين فضحتينا، حسابك بعدين بالبيت.
نزل محمد من السيارة وتكلم مع أبوي، وبعدها قال أبوي يلا روحوا أنتم، محمد يوصلكم على البيت وأنا بصلح السيارة والحقكم. أنا وجهي قلب أحمر، قلت رح أركب بسيارة محمد، والله لو تشوفون حالتي، كنت بس أتخيل أشياء رومانسية بيني وبين محمد، ولا أمي تناديني آمنة تعالي يلا وأنا أروح لكم ركض. طبعا أمي جلست قدام مع محمد وأنا ورا، حسيت كل الطريق يناظرني من المراية وأنا ما قدرت أشيل عيوني عنه، بس أتذكر أمي وأقول الحين تشوفني أناظر له. وهو فجأة شغل أغنية إذا تعرفونها، يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك أنا تقدم. يا قلبي والله حسيت بهاللحظة إنه وقع بحبه ويقصدني. إيه وصلنا للبيت الحمد لله وأنا مبسوطة، مع إني حسيت كل شيء كان سريع من محمد، يعني من أول ما بدأ يناظر لي. بعدها بأسبوع كنت جالسة بغرفتي، جاني طلب صداقة بالإنستا، ولما شفت الحساب إلا يطلع محمد، يا فرحتي يا عالم، والله وقتها كنت حطير من الفرحة. وأنا قبلته وفورا بدأ يكتب لي وقال لي السلام عليكم آمنة، ودي أعترف لك بشيء مهم. أنا رديت وقلت له عليكم السلام محمد، وكتبت له ما فهمت قصتك، إيش تبي تعترف لي؟ قال لي أنا بصراحة من أول ما شفتك هذيك المرة بالسوق ذبت بجمالك، وعرفت إنك بنت قوية لأنك تغيرتي وصرتي أحلى. طبعا انت من قبل حلوه بس صرتي احلى بكثير، وانا والله يشهد علي الله اني كنت افكر فيك من قبل، ودي اتقدم لك وش تقولين. انا ما صدقت عيوني بس بديت ابكي. دخلت امي علي غرفتي وقالت لي ايش بك يا بنتي تبكين، قلت لها كل السالفه. قالت لي ايش تنتظرين، ردي علي انك موافقه. وانا قلت لامي صدق يا ماما انك موافقه؟ قالت ايه بالعلامه، ابوك كمان اكيد حيوافق لانه يحب محمد مره، ومحمد رجال بمعنى الكلمه. وقلت لأمي والله صدقتي، وكتبت له إني موافقة. طبعا هو فرح ويقول عيدي ليكون ملخبطة بالكتابة. كتبت له لا يا محمد أنا موافقة أتزوجك، وأصلا ما أقدر أتزوج غيرك. وبعدها بأسبوع جاء وتقدم لي من أهلي ويا سعادتنا. وبعد العيد بيومين عملنا عرسنا وكان مرة جميل ونفسي اللي كنت أتخيله، والحين عايشة مع محمد أحلى عيشة، مع إني مريت بظروف صعبة كثير بحياتي، بس بالأخير كل الظروف تكون امتحان من عند ربنا. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة واستمتعتوا. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.